نظم ملتقى الرقي والتقدم زيارة إلى ضريح عزيز اليمن الشهيد عبد العزيز عبد الغني تزامنا مع الذكرى السادسة لاستشهاده، تم خلاله وضع إكليل من الزهور على ضريح هذه القامة الوطنية. من وحي ذكراه وذاكرته، خطاه وأفعاله أصداء حية تملأ الأرجاء حيث يممت وجهك، فله قول وعمل يذكر فيشكر. عزيز اليمن الشهيد عبد العزيز عبد الغني. هي محبة من الله سبحانه وتعالى لأنه خدم الناس كثيرا ولم يؤذي أحدا. شكرا لأعضاء المؤتمر الشعبي الذين يوفون بكل عام. إحياء ذكرى استشهاده هو تخليد للذكرى وتشجيع لكل إنسان أن يستشهد في سبيل وطنه وفي سبيل شعبه، ودائما الشهادة هي للوطن وللشعب وليس لجماعات أو أشخاص. شاهد ضريحه يوشح إكليلا من الزهور، وهو خير شاهد اليوم أن ذكره محال أن ينسى، فما آثره خالدة الذكر والآثار. يشيد بها في ذكرى استشهاده السادسة ملتقى الرقي والتقدم على رأسهم الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح صاحب المبادرة الأولى واللفيف من الأهل والأصدقاء ومحبي ورفاق درب الشهيد. بداية نترحم على روح الشهيد عزيز اليمان، ونؤكد على ما قاله رئيس الملتقى الذي أتينا اليوم بتوجيه منه. نحن اعتدنا في كل عام نحيي هذه الذكرى الأليمة، ونؤكد على ما قاله أننا لن نسامح ولن نرحم ولن يفلت المجرمين من العقاب إن شاء الله. لا يحب الظلم، يكره العدوان على أي إنسان وعلى وطنه، محافظا ومساهما مع كل الخيرين في هذا الوطن في الحفاظ على السيادة اليمنية، وكانت سيمته دائما سيمة الرجال الأوفياء لهذا الوطن. الأستاذ عبد العزيز عبد الغني كان رجل دولة من الطراز الأول وشغل مناصب، وكان يعني كفء وقدير وعظيم، ولن ينساه الشعب ولن ينساه مجلس الشورى بالذات. في الفعالية قرأت الفاتحة وذكرت المناقب الجمة للشهيد، وجددت المطالبة بمحاكمة الجناة وأخذهم الجزاء العادل والرادع لهم ولكل من وقف خلفهم في ذات يوم الجريمة المنكرة بجامع دار الرئاسة. قليل بحق هذا الرجل العظيم الذي قدم حياته رخيصة لأجل هذا الوطن. أنا أشكر حقيقة كل من يتفاعل معنا في إحياء هذه الذكرى الطيبة للوفاة أو استشهاد هذا الرجل العظيم رجل السلام. ولقد خسرت اليمن هذا العملاق وهذا الشهيد وهذا الحكيم وهذا العزيز، وهو شخص ودود لطيف متواضع وحكيم وله عقل راجع. وحتى بعد 6 أعوام والبلد يموج في صراع مع قوى العدوان وأعوانه، لا يزال الداخل يقاوم ليبقى شامخا متماسكا ومتمسكا بكل حق يحق الحق ويزهق الباطل، وينتصر للشهداء وللضحايا والجرحى، وكلها جرائم يندى لها جبين الإنسانية. وهذا ما يؤكد عليه ملتقى الرقي والتقدم في مثل هكذا ذكرى يؤسس فيها لأحقية الوقوف والمثابرة وراء الحقوق الشخصية والعامة للمواطن والوطن. يحيى الحبابي، اليمن اليوم.